بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. وضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. بقي في هذا الباب حديث واحد وأخير وبعده جملة من الأسئلة في باب الاجتهاد في العشر الأواخر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في تسع يبقينا، أو سبع يبقينا، أو خمس يبقينا، أو ثلاث يبقينا، أو آخر ليلة. قال: وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان صلاة في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث كما سبق أنها تتحرى في الأوتار، إما باعتبار الماضي وإما باعتبار المستقبل من الليالي. الأوتار هي أرجى ما تكون، وآخر الأوتار ليلة 29، فالمسلم يجتهد في هذه الليالي لعله يصادف ليلة القدر، ولا يقتصر على ليلة واحدة، لأنها قد تكون ليست هي الليلة المقصودة بالفضل. فهو يجتهد في الواقع في جميع أوتار العشر الأواخر. وكما سبق أنه إذا اجتهد في كل ليالي رمضان فإنه يكون قد صادف ليلة القدر توفيق الله عز وجل، لأنها لا تخرج عن رمضان. أما إذا اقتصر على بعض الليالي فليكن في العشر الأواخر، لأنها أرجى ليلة، فالفضل في هذا واسع، والمسلم يتحرى الخير ويمشي على الأدلة الواردة في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحري هذه الليلة المباركة. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة يا فضيلة الشيخ، يعني علامات ليلة القدر يؤخذ بها يا شيخ، وما هي؟ لم يبين علامات بالأدلة، إنما هي تحريات يتحراها بعض المسلمين، وإلا ليس هناك أدلة على علامات ليلة القدر. الأدلة تدل على أنها في الأوتار، في أوتار العشر، هذا ما ورد في الأدلة، ويترجح أنها ليلة 27 أو 21 كما سبق. هذه هي العلامة الواضحة، الأوتار من الليالي. أما الاجتهادات الأخرى من قولهم كذا وقول الآخرين كذا ورأيت كذا ورأيت في الليل ليلة كذا، هذه كلها تحريات لا تدل على تحديد الليلة. نعم. شيخ صالح، تقسيم القيام أول الليل وآخر الليل هل كان موجود قديما يا شيخ؟ نعم، كانوا يصلون التراويح في أول الليل، ثم إذا دخلت العشر الأواخر أضافوا إليها التهجد في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فيخصون العشر الأواخر بمزيد صلاة في الليل، صلاة التهجد، يضيفونها مع صلاة التراويح، ولا يقتصرون على صلاة التراويح أو يقتصرون على صلاة التهجد كما يفعله بعض المتعالمين الآن، بل المتكاسلين الذين ليس عندهم قوة على العبادة
يريدون النوم والكسل ويحتجون بما يزعمون أنه هو السنة عندهم. فهذا هو الهدي النبوي، أنه كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر يعني في العشرين الأول يصلي وينام، أما إذا دخلت العشر الأواخر فإنه يشمر ويشد المئزر ويحيي ليله ويوقظ أهله. هذا يدل على أنها تضاف صلاة التهجد في آخر الليل إلى صلاة التراويح في أول الليل. صلاة التراويح هذه في العشرين الأول يقتصر عليها، وإن زاد الإنسان زيادة خير وتهجد خصوصا إذا كان معتادا لقيام آخر الليل، هذه زيادة خير إلى خير ومداومة على العمل الصالح. ولكن العشر الأواخر لها مزية يزاد فيها في الاجتهاد والتعبد لله عز وجل. نعم. إخفاء ليلة القدر يا شيخ لا شك أن له حكمة يا شيخ. حكمة واضحة، من أجل أن يجتهد الإنسان في كل الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ولا يقتصر على ليلة واحدة، فيزيد أجره بذلك، يحصل على قيام ليلة القدر ويحصل على قيام بقية الليالي التي قامها. ولو لم يصادف ليلة القدر فإن قيام الليالي فيه خير وفيه أجر. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم في أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. سجل معي هذه الدروس المباركة زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.